هلا ابو عزيز. هلا والله بركان. يا هلا والله ومسهلا. هلا بك. وش عندك من هالسواليف؟ وش تبي؟ بس تبي من العصر القديم ولا الحديث؟ كلها. القديم. وانا اخوك هذا الخليفة المأمون. ايه. عنده ربعه. ومن ضمن الحضور ابو نواس. المأمون قال قصيدة الخليفة. يوم قضى قال يا ابو نواس وش رايك به؟ قال والله انه ما شمت. قال والله انه ما شمت ريح البلاء. المأمون قال شيلوه وجدعوه بالسجن. تحسبوا سجنوا مع المسلمين؟ سجنوا الله يكرمكم السامعين مع الحمير. والله الذي لا اله الا هو. سجنوا مع رباط الحمير. نسأل الله العفو والعافية. يوم صار بعد شهر وجابوا عنده بالمجلس وقال قصيدة ثانية المأمون. يوم انتصف وبسط القصيدة قام ابو نواس وطلع يجي يزقح له المأمون. قال وين؟ قال لما الحمير. الداري يقول خربي. الحلقة تضحك.